السلام عليكم، تحية طيبة لكل آبائي وأمهاتي المتقاعدين أينما كانوا. أتمنى أن تكونون بألف صحة وعافية وسلامة. مستمرين بتغطية سلسلة الحلقات الخاصة بالتقاعد الموحد. الفقرة القانونية اليوم الخاصة بعزل أو استقالة الموظف. هل إذا الموظف استقال أو عزل أو لأي سبب كان، هل يحرم من الحقوق التقاعدية؟ هذه بينت أن المادة السابقة اللي ألغيت هنا، هذه المادة 13 الظاهرة أمامكم، شنو كانت؟ لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل 50 سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 20 سنة. وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ إكمال السن المذكور، يعني لازم يكمل 50 عام. تمام، هذه تم إلغائها. شنو صارت هذه بال 2014؟ تم تعديلها هنا وفق المادة هذه الظاهرة أمامكم. يلغى نص المادة 13 من هذا القانون ويحل محله ما يأتي. المادة 13: لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية. يعني بصرف النظر شنو سوى الموظف من هذه الأمور، إذا كان الموظف تم عزله أو تركه الخدمة أو استقال أو تم إقصائه أو فسخ عقده أو تم الاستغناء عن خدماته، كل هذه الأمور هو يستحق بها الحقوق التقاعدية. شلون يستحق؟ 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي. طبعا الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو 500,000 دينار، لأن وفق التعديلات الجديدة قال لك إذا أقل من 500,000 تضاف إليه 100,000 غلاء معيشة، فيصير الحد الأدنى 500,000، فهو يأخذ 75% من 500,000، يعني يأخذ 375,000 دينار تمام من الحد الأدنى للراتب التقاعدي. ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل سن 45، يعني لازم عمره 45 وأكثر يلا يصرف له الراتب التقاعدي، ولازم تكون خدمته السابقة قبل لا يفصل أو يعزل أو يصير لهذه الأمور عنده خدمة 15 عام. يعني إذا كان عنده خدمة 14-13 عام ما راح يستحق. وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ إكمال السن المذكور. يعني هو قبل لا يذكر يكمل 45 سنة، هذه الفترة يعني مثلا هو 40 سنة وقدم طلب، يعني هو 40 سنة وتم فصله أو تم عزله أو تعرض لحالة من هذه الحالات الإقصاء، هو عمره 40 سنة وعنده خدمة 16 سنة، فما يستحق الراتب التقاعدي لكل هذه الفترة إلى أن يصير عمره 45 سنة. من يصير عمره 45 سنة يروح يقدم طلب، راح يصرفوا له 375,000، لأن هو هذا الحد الأدنى طبعا للراتب التقاعدي، يعني ما لا يقل عن الحد الأدنى، هذا أقل شيء، ما لا يقل، أكرر، يصرف له ما لا يقل عن 375,000 تمام من الحد الأدنى، ولازم يكون عمره مثل ما أنا قلت 45 عام. هذه بالنسبة إلى هذه الفقرة، أتمنى أن تكون واضحة إلى حضراتكم، وأنا إن شاء الله ابنكم البار. ولا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، وشكرا جزيلا لروعة المتابعة، وأنا مستعد الإجابة على كل أسئلتكم.